ما تهزق. ايه ده؟ دي بوسه يا حسن. على فكره بقى انا بحبك وبموت فيك من اول يوم شفتك فيه، وانا اسفه على كل اللي عملته معاك. انا من ساعه ما شفتك ما بنامش، انت الراجل اللي بحلم بيه طول عمري. نسمة، انا مش مصدق اللي انا بسمعه. احسن يكون جاي لي تهيؤات وابتدي اتخرف. كنت بتقولي ايه؟ بقولك بحبك بموت فيك. امال ليه عملتي فيا كل ده؟ ما كنتش عايزه ارتبط بيك اكتر من كده، بس خلاص يا هادي مش قادره ابعد عنك. وتبعدي ليه؟ احنا نتجوز. ايه يا حبيبتي، وانا قلت حاجه غلط؟ لا لا مفيش حاجه. طب نتجوز ودلوقتي حالا كمان. نتجوز ازاي يا هادي؟ مش هينفع، انت مجنون. ده انا ابقى مجنون لو ضيعت ثانيه واحده من عمري من غيرك. نسمة، انا نفسي اخدك في حضني كده ومحدش يشوفنا. بصي يا حبيبتي، انا عارف ان انت يعني كبيره وواعيه وعقلك فاهم. احنا هنضرب ورقتين، احنا هنكتب ورقتين عرفي عشان نبقى في الحلال، ولحد يعني لما الظروف تصلح هعملك اكبر فرح فيك يا مصر، فرح يليق بيكي. ماشي؟ انت بتتحايل عليا يا هادي عشان اوافق؟ انا اصلا مش مصدقه ان انت بتقولي الكلام ده. المشكله مش مشكله عرفي ولا رسمي، انت لو قلتلي نتصاحب انا موافقه. المشكله اكبر من كده بكتير. طب المشكله يعني هو انت مرتبطه بحد؟ لا. طيب ايه المشكله؟ انا عيانه يا هادي، عندي مرض خطير وحالتي ميؤوس منها. الدكاتره بيقولوا ان انا مش هعيش اكتر من سنه. وانا مرضاش انك ترتبط بواحده محكومه عليها بالموت. الموت. لو مش مصدقني انا ممكن اوديك عند الدكتور بتاعي عشان تتاكد بنفسك. لا يا حبيبتي، دكتور بتاعك ايه؟ ده انا هوديكي للدكتور بتاعي، دكتور شاوي سليمان، دكتور معروف. مش يمكن يكونوا اكتشفوا علاج لحالتك في المانيا؟